السلام عليكم. لا تخلو صفحات الفيسبوك في الساعة الأخيرة من الحديث عن قصة 100 مليون سنتيم ولاعب المنتخب الوطني جمال بلعمري ومؤثرة جزائرية تسمي نفسها دكتورة في الحياة، وتصدر اسم اللاعب الجزائري بلعمري نتائج البحث في جل مواقع التواصل الاجتماعي، أين قالت عدة صفحات ومصادر أن هذا اللاعب الخلوق والذي يحترمه أغلب الجزائريين منح مبلغ 100 مليون سنتيم لمؤثرة جزائرية داخل فندق في ولاية سطيف مقابل أمور شخصية بينهما. والأدهى والأمر من ذلك أن فئة كبيرة من الناشطين على الفيسبوك ومن كلا الجنسين يريدون مشاهدة الفيديو ويجهرون بالمعصية وكأننا في بلد أجنبي، فالرجاء الابتعاد عن هذه الأمور والتوبة إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان.